معكم فرجاتي، كي دايرين يا احسن متابعات، يا احسن ناس اللي كتخليو لي احسن تعاليق، اللي كدعموني، اللي متابعين القصص ديالي. هاد القصه هادي مازالنا في اطار القصص الكامله ان شاء الله. الى بقاو عاجبكم هكا يعني نزل القصص كامله، فخليوها ليا في التعاليق. ولا بغيتو نجيبو عاوتاني نزل القصص اللي هي فيها اجزاء كتبوها ليا حتى هي في التعاليق. القصه هدية ولا إهداء خاص اللي طلبت مني القصة ديال رتيبة ويوسف مدة طويلة، وأنا كنت ديجا بديت قصة عليهم على هاد الأسماء هادي، وكانت تفضلت ليا ما بقيتش عرفت فين هي ونسيتها مدة، حتى عاد قريتها في التعاليق باش عرفوا بلي راه كنقرا التعاليق ديالكم كاملة وكنهتمها. القصة إهداء ليها، كنتمنى أنها تعجبها. كنتمنى منكم أنكم تستمروا في الدعم ديالكم للقناة، محتاجاكم بزاف هاد المدة، في الفترة محتاجه الدعم ديالكم، محتاجه البارطاج. اللي يقدر يبارطاجي غير مره واحده في كل قصه راه كيعاونني بزاف، اللي غيخلي ليا لايك كيعاونني. الناس اللي كيسمعوا القصص مازال ما اشتركوا، حاولوا تشاركوا، لان كاينه نسبه ديال 56% ديال اللي كيشوفوا القصص على القناه مازال ما مشتركين. مشتركين حاولوا انكم تشاركوا، هذاك الجرس هذاك ضغطوا عليه سوا باش يتفعلوا الاشعارات فاش فين ما نزل شي قصه هكا توصلوا بها. شحال واحد كيقولوا لي بلا ما كيوصلوش الاشعارات ديال القصص، اللي ما كيوصلوش الاشعارات يخرج من القناه يدير ديزابوني، يلغي الاشتراك ديالو وعاود يدخل يشارك من جديد ويضغط على الجرس باش يعاود يدير اعاده التشغيل ديال الجرس. في انتظار تعليقكم الجميله جدا اللي كتفرحني بزاف، ما تخيلوش كيفاش كيفرحوني التعليق ديالكم. كنحاول ما امكن اني هكا ناخد واحد الوقيته من وسط المسؤوليات ديالي والانشغالات اليوميه ونقرا التعليق ديالكم. ما قليل فين كنفلس هكا قريت تعليقي، الا كان هكا شي ضغط بزاف ولا مكنلقاش الوقت باش نقراها، غالبا كنقراها. كنفرح فيها بزاف، كيعجبوني دوك التعاليق، كيعجبوني العبارات اللي فيها. اللي ما كيكتبش ليا تعليق كيخلي ليا دوك القلوب، دوك الاوجه المبتسمه، دوك الوريدات الغزالي، كلشي هادشي كيفرحني. التعليق اللي فيها الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، اللي فيها الذكر، التعليق اللي فيها كلمات بساط، كاع هاد التعليق ديالكم كيفرحوني، حيت كيعنيو ليا بزاف، كيعنيو ليا اننا ديما على تواصل، وان القناه ماشي ديالي بوحدي، القناه راه ديالي وانتم معايا فيها. داكشي علاش كنطلب منكم الدعم باش نوصلوها نكبروها ان شاء الله بكم تكبر، ونزيدو في العدد ديال المشاهده عبر البارطاج ديالكم، عبر دوك لي لايك. كل ما كانوا لي لايك اكثر كل ما طلعت القصه اكثر في المشاهده. لذا نحاول في هذا الفيديو هذا القصه نطلع الاكبر عدد اللايكات. ما تنساوش ديروا اللايك هي الاولى، لان في الغالب كتنساوها. كاين اللي كيبقى يستمتع بالقصه كيتصنت له كتسالي كيخرج يمشي لفيديو اخر وكينسى هذيك اللايك. لذا نفضلكم حاولوا انكم ديروها هي الاولى ونبداو مع القصه ديالنا. وتبقى عيناك الهوة العميقة التي سحبتني لأعماقها في طرفة عين، تبقى سكني ومسكني، تبقى اللغز الغامض وسر الحياة في عيني. لا عاود ربحتيني كي ديما، لا تفلتي عليا بالعاني، غشيتي في اللعبة، لا لا لا، وتدني وراك عارفة أن كل مرة كنربحك. صحيت شرير وأنا حيت باقا صغيرة، بقى كيضحك عليها غافل على ديك الكلمات ديال المتهجمة الأخرى. شحال مشتاق للضحكات ديالها، شحال كان كيستفزها ملي كيقول لها الصغيرة ديالي، هذاك الإنسان الوقح البارد المغرور اللي عمرو ما تنازل وعمرو ما خلى لها فرصة أنها تربح، حتى غير بدافع الشفقة ولا باش يرفع المعنويات ديالها. كانت اللعبة ديالها المفضلة اللي كيلعبوها تقريبا يوميا ملي كانت صغيرة، في عمرها 10 سنين. كتفكر داك النهار كيفاش كان مندمج قدام الباسي ديالو، أصابع ديالو المتمرسة كتضغط على الأزرار الحمراء بسرعة رهيبة. كان داك النهار خصو يجلس معاه، ولكن ما شفتش منه إلا الإهمال ولا مبالاة. كنت كتستغرب الاهتمام ديالو بديك الألعاب الذكورية التافهة، ألعب السباقات، الكرة، الحروب، ولكن ديك الساعة قررت أنها غادي تشاركو الألعاب ديالو باش تهرب من داك الملل القاتل وديك الواجبات المدرسية المتكررة المتأخرة. وهداتو أنها غتقولها لماما بلا راه ما كيراجعش الدروس ديالو، ما مهتمش بها، إلا ما علمهاش وما خلاش أنها تشاركو هذاك اللعب ديالو اللعب المفضل. ومن داك النهار مخلاو حتى شي لعبة من الألعاب، هو ولد خالتي كان صديقي الوحيد
خويا اللي ما جبتوش ليا ماما، وجارنا الطفيل اللي كيقضي معظم ديال الوقت ديالو عندنا في الدار كثر من دارهم، كبر مني ب5 سنين، كيقول انه كيحمق على الماكله ديال ماما والمكسبه ديال بابا الخاصه، وديك الشجره ديال البرتقال اللي كاينه في الحديقه ديالنا، ديك الشجره اللي زرعناها نهار ماتت واحد السمكه برتقاليه صغيره كانت عندنا ودفناها في ديك الحديقه، وقادين ديك البلاصه زرعنا فيها دوك البذور ديال البرتقال، ودرنا دورنا بها هكا الحجر باش نبقاو عاقلين على البلاصه ديالها ديما. واللي شد الانتباه ديالنا اللي مع انه نهار بعد نهار دازو ايام، لقينا واحد البراهيم صغيره كتنبت في ديك الارض، وتحولت ديك البذور الصغيره لواحد الشجره كبيره رائعه الجمال مرور السنين. ومازال داك العملاق الضخم اللي عنده 25 عام كيامن ان هذيك الشجره هي الهديه ديال السمكه الراحله لي ما سمحت شي حد من غيري انه يتذوق من ديك الثمار ديالها، حيت انا اللي شاركته في الجريمه بطبيعه الحال. صباح الخير. صباح النور الصغيره، شنو كديري بكري؟ على ما كنضل البارح ما عندكش اليوم ما عندكش جامعه، ها وسوق كنت سايق السيل كبير ديها في راسك وديها في شغالك وديها في ديك صاحبتك ديك الشهبه اللي كانت معاك البارح اللي فضلتها عليا ولغيتي ديك السهره ديال الاسبوعيه على قبلها. اوف شحال مره خصني نعاود لك، راه كان عندي ملف مستعجل كان خصني نخدم عليه، حيت ديك الشهبه اللي كتقول لها شهبه كان خصها تسافر اليوم باش تقاد واحد الصفقه مهمه ديال الشركه، وقلت راه نعوض لك هذيك السهره التعيسه عما قريب بلا ما تكاي بلا ما تعي راسك على قبل ديك السهره التعيسه كي سميتها. تخاف تضيع شي سهره اخرى ديال الخدمه مع ديك الصحبه الشهيبه، اسمح ليا كنقصد ديك الزميله ديالك الشهبه. خلاتهم بعد عليه وعينيها كيخرج منهم داك الشرار، وعقلها حتى هو اجل هنا ما قلتيش ليا فين غاده. صافي يلا سير باي باي غدا المكتبه. الزميله ديال الشهبه قلتها بخوفوس باش ما يسمعنيش، كنت محصبه منه بزاف علاش تزهل ديك السهره ديالنا اللي كتكون في هذا النهار بالذات، كانت في ديك الجلسه مقدسه تحت الاغصان ديال البرتقاله الهادئه وضوء القمر الخافت وصوت طائر الزرزور المزعج اللي كيعزف لنا ديك الانشوده ديال الليل رغم الحده ديالو كان كيعجبني، وديك الاكواب ديال العصير الطازج اللي كنقادو انا بيتيا، وديك الكتوبه اللي كنتسناو طول الاسبوع باش نجمعو نناقشوها. كانت بالنسبه ليا ديك الجلسه مهمه بزاف بحال كتحيي فيا الذكريات، ما ينذكرش انه تبدل ملي تخرج من الجامعه تبدل، ولو عنده مسؤوليات بزاف ولا اجتماعي كثر لبق في الكلام ولا وقور كيوزع ابتسامات هاديه ولا عنده واحد الهيبه غريبه ما كتناسبش ديك السنوات ديال العمر ديالو ولا الطبع ديالو المرح اللي كنت عارفاه. كرهت خدمته وكرهت مسؤولياته وكرهت صفقاته، كون غنبقى داك الشاب الجامعي المرح اللي كيبقى غير يضحك فيا في ديك التصرفات ديالو السبيانيه وداك العيلان ديالو الطفولي، كون غيبقى خويا اللي هداتني الحياه، كون ما تحولش داك الشخص العملي البارد المغرور والغريب في الامر والتناقض اللي كنعيشو. علاش كنبغي اكثر هاد الشخصيه الجديده رغم انها ما كتعجبنيش؟ علاش كيجذبني ليه اكثر يوم بعد يوم؟ والاخطر اني ما بقيتش كنشوف فيه داك الاخ والسند، لا تغير كل شيء، بدا كيدق ناقوس الخطر داخل العضله القابعه هنا في صدري قلبي، هنا وليت كنحس بشي حاجه جديده عمري حسيت بها من قبل. حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي، كنتسنط الأغنية فيروز كندندن مع شاعر دا، تفاجأت بصوت ديالو المرح ابتسمت ماشي بسبب الهضره اللي نطق ولا ديك الطرفه ديالو التافهه، لا حيت كنت كنحس بلا مشتاق لديك داك الكلام ديالو البارح المستفز وديك التدخلات ديالو الرشيقه في حياتي في كل شيء. او في يوسف شحال مره خصني نقول لك ما تقطعنيش ملي كنكون كنغني كتقطع ليا الاغنيه، واخا سمحي ليا انيس حيت قطعت لك هاد الوصله الغنائيه الرائعه. المهم يلا لبسي حوايجك غادي نعرض عليك اليوم العشاء، نعوضك على السهره ديال البارح اللي خسرات لنا ديك الشهبه كما كتعيط لها. حسيت فرحه كبيره ويا ريت دامت الفرحه، رجعت مع العشرة كنجر الاخدام الخايبه من دعوات العشاء ديال يوسف، ما كنقولش انها كانت فاخره في مطعم فخم ولكن بحال دارت في الداخل ديالي غير الخواء الفراع. كان مطعم كبير واسع بطاولات متباعده، الناس اللي فيه كيشوفك هكا بداك البرود ديالهم وديك الفخامه، كيستعملوا هكا ثلاثه المعالق وجوج ديال الشوكات والسكاكين مختلفه الاحجام من الاكل، ما عرفتش كيفاش غناكل بيهم انا متعوداش على هادشي. وداك اللحن ديال الموسيقى اللي كيثير الاشمئزاز
ودوك الرجال اللي لابسين دوك الملابس السوداء، ودوك النظرات ديالهم هكاك مزعجة، كيدوروا على ديك الطاولات كيقدموا الخدمات ديالهم. كان عشانه هادي لدرجة انك كتسمع صوت الملاعق هكا كيتحكم بدوك الصحون. كرهت هذيك الدعوة، وكرهت داك العشاء المرتب المنمق. كون غادي وزا السهرة ديالنا تحت البرتقالة، تحت شجرة البرتقال، ولكن باينة انه دابا ولا كيعجبو هاد الاماكن هادي على حساب طبيعة الخدمة ديالو. مقدرتش اني نخسر ليه الخاطر، ابتسمت وشكرت بمجاملة على هاد العشاء المثالي بالنسبة ليه. ولكن ديك الليلة هاديك عرفت ان يوسف تغير تماما، تغير فعلا، ما بقاش يوسف اللي كان عرف كيف ما تغيرات بلا صف قلبي بالضبط. ايوا رسيبة مالك فين شرتي؟ اه لا غير سمح لي يوسف عقلي مشغول شويه بسبب الامتحانات. بلا ما تشغلي بالك، الله غادي تدوزي الامتحانات ديالك وغادي تجي تشي الاولى كالعاده، تفهمنا؟ ولا بلاتي بلاتي كنظن تقدر تجي الثانيه حيت وليتي غير شارده هكا بزاف د الايام. باسل فين غادي؟ ما تقولش لي انك اليوم الثاني غتخرج يا يوسف. واخا سمحي لي الصغيرة يعني، الخدمه الخدمه راك عارفه الخدمه، ما يمكنش نبقى بلا ما نمشي نخدم. راه الترقيه الاخيره حملتني مسؤوليات اكثر من قبل، انا كيخصني نحاول اني نثبت ذاتي من خلالها. كان وعدك ان شاء الله الاسبوع الجاي نتلاقاو صافي، نخرج نديرو الجلسه ديالنا. اوف واخا يوسف بلا ما تبقى توعدني ديك الوعود المؤجله، عارفه انك مشغول وعارفه كنقدر هاد الموجوده ديالك العمليه، ولكن عافاك ما توعدنيش بشي حاجه اللي ما تقدرش ديرها. شكرا، وكنتمنى لك سهره سعيده. يلا تصبح على خير. سميت غدا هكا مزروبه قبل ما نسمع جوابه. ما كاينش هاد المره كنحس بالغضب، لا بحال كنت كنحس بالحزن، بحال مكسوره من الداخل او متالمه. ديما كنت انسانه سلبيه، كنتشبت بالحوايج، اي حاجه كنبغيها كنتشبت بها بزاف، ولا سيما بالاشخاص اللي كيهموني واللي كنبغيهم. داكشي علاش ما عنديش بزاف ديال الاصدقاء. عندي بنت واحده صاحبتي مرام اللي كتحسدني على علاقتي القويه بيوسف، كانت كيحسب ليها بلي حنا خوت. كنت كنخاف اني نتعلق بالناس الغرباء هكا، انا ماشي انسانه اجتماعيه، لا حدوديه، ما كندخلش مع الناس بزاف، ما كنعرفش في حياتي من غير يوسف. تربينا مع بعضنا لاننا بزوج ما عندناش خوتنا. كنت ديما حاسبه اخويا وهو حاسبني اختو الصغيره. كنتفكر انه في بعض المرات كاينش كيحملني ملي كنا صغار، كان كيتمنى لو كنت ولدت. علاش؟ باش نلقى ولد اللي يشاركو في داك اللعب ديالو وداك الحماق والجنون. ولا كنت كنحاول ديما اني نحقق ليه ديك الامنيه، كنت كنحاول نكون ليه داك الاخ القريب اللي يساندو وينصحو، في نفس الوقت كنت ديك الاخت الحنونه اللي كتختار له حوايجو وكتعطيه الراي ديالها في اي حاجه كتخصو، وديك الصديقه الوفيه اللي كتحفظ بئر ديال الاسرار ديالو. خد راسي كنتعلق بيه اكثر من اللازم. ما كانش مجرد علاقه اخويه اللي كتربطنا، لا كانت اقوى بزاف من العلاقه الاخويه. وهاد العلاقه هادي كانت عاجبه ماما وخالتي باش ما تكسرناش الوحده والغدر ديال الصحاب، واغتنموا الفرصه انهم يوثقوا علاقتنا اكثر ملي انتقلوا للدار هكا اللي قريبه لينا. ديورنا ملاصقين تقريبا من ديك الساعات، ما بقيناش كنتفارقوا انا ويوسف. واليوم واخا بصح ما كنتفارقوش، ولكن شي حاجه فينا تغيرات. تفرقنا روحيا، ولا كيتعمد انه يتهرب مني، كيبان لي هكا مشتت ضايع شويه، كيبان لي على وجهه داك البرود واللومبالات، بحال كنحسو انه كيتهرب من شي حاجه ولا كيمثل. ورا كل نهار كيدوز كنتاكد اكثر من قبل انني خسرت رفيق دربي وصديق طفولتي ومراهقتي، خسرت خويا او بالاحرى ولد خالتي. كل عام وانت بخير يوسف. شكرا الصغيره ديالي، الكعكه البرتقال كانت لذيذه بزاف. انتي اللي صوبتها ياك؟ طبيعة الحال شكون من غيري، المهم انها عجباتك. يلا اجي نحلو الكادو ديالك. كنت فرحانة بزاف وانا كنشوف ديك الفرحة ديالو بالهدية ديالي متواضعة. كانت سمكة صغيرة في اللون الذهبي في حوض بلاستيكي مزخرف، بحال السمكة اللي كانت مات شحال هادي. شفت في الملامح ديالو ديك الانبساط، ديك الصورة ديال زين الطفل الصغير اللي كيتحمس اي حاجة بسيطة. ابتسم ليا وكيشكرني. كان عيد ميلاد زين سالف هاد السنة، ما دوزناش النهار كيما تعودنا. كيما وصلات وعاود هاد الكمية كبيرة هائلة ديال الهدايا من طرف الزملاء ديالو في الخدمة.
لا سيما ديك الزميلة الشقراء الحسناء شهيبة، كانت الهدية ديالها ساعة فخمة في صندوق أسود أنيق. تأكدت داك النهار بلي أنا إنسانة ساذجة طفلة. عمري ما فكرت أن كان عنده الحق ملي كيقول لي الصغيرة ديالي باقا صغيرة. فعلا طفلة ساذجة صغيرة، عطيتو هذيك السمكة بحال هديتها لشي طفل صغير. هي مصيفطة ليه ساعة كتليق بالخدمة ديالو ومسؤولياته جديدة، ما كتش في المستوى ديالها هاد المرة، ما كتش مناسبة ليه ولا المكانته جديدة. كل نهار كندرك الحقيقة أكثر من قبل. مبروك عليك الصغيرة، خالفتي التوقعات ديالي وخديتي المرتبة الأولى كالعادة. وشنو عندك شي شك أني غنكون أذكى مرة في الدنيا؟ عندك فيها شك هادي؟ الصراحة كنشك، كنتي ذكية ما غاديش كنتي غادي تختاري جامعة ديال إدارة الأعمال أيوا الطب ولا الهندسة بهاد النتائج المبهرة اللي جبتي. بقيت كنشوف في يوسف، درتي يدي على جنابي وتعليت راسي هكا كنشوف فيه. شنو دخلك نتايا؟ أنا غادي نختار الجامعة اللي بغيت أنا، وغادي نقرا الاختصاص اللي غنرتاح ليه. واخا بشوية عليك بشوية عليك، ما هادشي اللي باغاه مزيان، أنا كنحترم القرار ديالك ولكن غنزيد غنشجعك. كنوعدك ملي غادي تكمل العام الجامعي الأول 3 شهور غادي نشوف لك شي خدمة هكا في الشركة في الإجازة الصيفية ديالك. مزيان؟ فرحت بالصحة يوسف، بديت كنقز بالفرحة بواحد الحماس اللي زايد حتى كنبقى يشوف فيها هكا بتعجب. هو حقق الرغبة ديالي قبل من أني نفكر فيها أصلا. أنا اختاريت هذا المجال هذا فقط حيت يوسف هذا هو المجال ديالو، غادي ندرس نفس الاختصاص ونقرا نفس الكتب ونتبع المشوار ديالو بالتحديد. كنت سعيدة بزاف رغم أن النتائج ديالي تخول يدخل أي جامعة لأن عندي أعلى تقدير، ولكن كنت فرحانة أكثر حيت غنتبع المسار ديالو. ورغم كل هاد القرارات الغريبة والمشاعر المتناقضة والأحاسيس المختلفة، ما اعترفتش لنفسي ولو اللحظة مكانة يوسف الجديدة في قلبي. كنخاف أني نفكر فيها أصلا. يوسف هو أول رجل في حياتي وطبيعي بزاف أني نختصر فيه كل رجال العالم، ما خصيش نتهور بسبب مشاعر زائفة ووهم زائل، ما خصيش نتسرع ونهدم العلاقة الزوينة اللي كتجمعنا. القناعة راه كنز ولا يفنى، نقلع بهادشي اللي عندي دابا. كنفضل على أننا نكون خوت وأصدقاء على أنه يبعد عليا يخليني، ولكن كل ما عارفاه أني مقدرش نبعد عليه غادي نخدم وغادي نقرا ونخدم في نفس الشركه اللي كيخدم فيها، وغادي نحسن المكان ديال هذيك الحمقى ديك الشقراء الشهيبه. غادي نخليها تتمنى انها تلمح في الدار ديالو ما نخليهاش تشوفه، وديك الساعات غنشوفه كل نهار وغنراقبه وغنشاركه في خدمته ومسؤولياته. ما غاديش نلقى حجج واهيه باش يبعد عليا مره اخرى، غادي نرافقه في كل المشاريع وغادي نسترجع الدفء ديال علاقتنا قريب ان شاء الله، قريب وبزاف. فقت من الشورت ديالي مضربة هكا على كتفي، شكون من غيره يوسف. اوف ما حد واكيد زاد وسامة. نهار على نهار كنشوف واحد اللمعان جديد في عينيه عمري ما كنت كنشوفه من قبل. عيني اللي تحولوا من العسل الدافئ كيبان فيهم داك المرح وداك الضحكة وديك البسمة وديك الفرحة، كلما هكا كيحركهم كيتحولوا لداك اللون البني البارد بحال كتصفح منهم ديك ريحة الوقار والغرور. ما كنكرش انه مازال محافظ على داك الحس ديالو الفكاهي في بعض الاحيان، ولكن وليت كنكره هذيك الشخصيه المنمقه اللي كيرسمها. ما عرفتش واش كنكرهها ولا كنبغيها، ما عرفتش. الكل اللي عارفاه انا يوسف تحول في نظري من داك الشاب العشريني المراهق لرجل ناضج حكيم، تحول من خويا لشي حاجه اخرى خايفه اني نعترف بها. كل اللي عارفه انه كيعجبني كيف ما هو كيف ما كان، سواء بديك البدلة ديالو الأنيقة الرمادية، داك الحذاء اللامع، أو لبس السروال ديالو الزرق ديال الجين، ديك السبيرة ديالو الحمراء، وديك الكاسكيت اللي كيلبسها هكا مقلوبة. هذا هو يوسف، كاسر القواعد، كيعشق السهل الممتنع، كيبغي كل ما هو مرفوض. شنو رأيك؟ اسمح لي يوسف شنو قلتي؟ أوف مالك بنتي وش ما فهمتكش، واش هذه الفرحه ديال النجاح اللي كتخلي عقلك هكا متخلف؟ ما كغي ساهيه. كنت كنقول لك غادي نخرجوا نتعشاو نحتفلوا بالنجاح ديالك، شنو قلتي توجدي راسك؟ لا 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 شكرا، بلا ما تعيي راسك، ما باغا لا دعوه للعشاء لا والو، ما بغيتش نمشي نسالي شي مطعم من دوك المطاعم. لا لا قصد زعما داك النوع ديال هذاك اللي غالي هكا بزاف، لا بلا ما نضيع فلوسك على والو.
احتفلوا غير في الدار، احسن حاجه. واخا لا، ولكن شوفي الدعوه اليوم من عند الرئيس ديالي في الخدمه، حيت فزنا بواحد الصفقه تاريخيه، وداك الشيء علاش قلت تمشي معانا. علاش لا، راه المطعم غيكون زوين هاد المره، مطعم واسع على البحر، وغادي نستغل الفرصه نعرفك على اللي خدامين معايا في الخدمه. شنو قلتي؟ بقيت كنشوف فيه، كندورها في دماغي، فعلا فرصه باش نشوف شخصيات زين مع الرفاق ديالو في الخدمه، باش نتعرف عليهم، شوف كيفاش كيتعامل معاهم، كيفاش كيبتسم هكاك بتكلف، كيفاش يضحك، كيفاش كيوقع الوراق، كيفاش كيشرب قهوته بهدوء. كينتم لي داك الفضول نشوف ديك الشخصيه الجديده اللي مازال ما اكتشفت الجوانب ديالها الاخرى. وعرف ديك الساعه اني ما عرفاش الا القليل منها. كانت سهره رائعه ولكن بارده، ما فيهاش الروح، سهره عمليه بحته، ابتسامات هادئه، مجاملات مستفزه، علاقات اجتماعيه بارده كتأملها المصلحة. ما حدش بزين اللي كنعرف ما سمعتوش نطق حتى طرفه من الدكتور فهاد ديالو السخيفه كالمعتاد. كان هادي اكثر من العاده، ما كينطقش الا للضروره، كيقاد هذيك الكرافات ديالو مره مره، كيوزع النظرات ديالو بين الجميع، ديك ابتسامه عابره الا لديك الشقراء اللي كان كيخصها ابتسامه واسعه ونظرات جانبيه حانيه. كنت كنحسب الدقائق والثواني باش نساهي هاد المسرحيه المستفزه، ما سالات حتى استنزفات كل المشاعر وحفظت كل طاقتي للبكاء. باغي نبكي، كنتسنى فارغ الصبر باش ندخل الغرفه ديالي ونبكي. وقفت اللوطو قدام الدار، مشيت كنجري لبيتي، اوف كنحاول اني نتماسك. باغي نتماسك حتى كنسمع يوسف، كنتمنى ان تكون الصراحه عجباتك استمتعتي بها. شكرا السهرة كانت زوينة يوسف، العفو، المهم انك تكوني عجباتك المفاجأة ديالي. بزاف اكثر ما تتخيل. يلا تصبح على خير ونتي من اهل خير يوسف. نعم الصغيرة ديالي، توحشت البرتقالة ديالنا، شفت فيه بكل قصور نفسي محطمة والدموع كتصارع باش تنزل وانا كنحبسها. فعلا شقيت البرتقالة، توحشت شجرة البرتقالة ديك الجلسة اللي كنجلس وحدها اي حاجه كتخصو. ميز غدا بلا ما نتسنى الرد ديالو اولا نسمعو، كنشوف ديك النظرات ديالو الغامضه ويديه اللي كيرتعشو حتى انه طاحو من يديه السوار ديال اللوطو. طلعت لبيتي اول ما سديت الباب وبدات معايا بالانهيار بحال الشلال، ما عرفتش شنو وقع ليا، واش الغيره، واش شنو هاد الاحساس، هاد الشيء غريب عليا ما قادراش نفكر فيه. حتى من داك النهار رجع يوسف القديم، رجع خويا اللي افتقدته كيملأ حياتي من جديد، رجع كيشاركني كل تفاصيل حياتي. الغريب في الامر انه رجع كينظم دوك السهرات البسيطه تحت شجره البرتقال بنفسه، ولا حريص على الموعد ديالها اكثر مني. كانت السعاده ديالي بالغه لا تقدر بثمن. تفوقت في الجامعه جديده وعجبتني الدروس بزاف، واكثر حاجه كانت كتعجبني ان يوسف ما تهاونش في انه يعاونني ويعطيني النصائح ديالو القيمه اللي حساعدته هو في المشوار ديالو الجامعي. رجع كنتلاقاه واخا كيجي من الخدمه، كيجلس معايا ويشوفني فين وصلت، يرجع معايا يشوف شنو خاصني. كنت كنتسنى فارغ الصبر ان ندوز فتره الامتحانات وتجي العطله ديال الصيف باش نبدا الفتره ديال التربص ديالي بالشركه معاه، مع التوام ديال روحي ورفيق دربي. وقفت مذهوله قدام شجره البرتقال، لفت انتباهي للمشهد الرائع اللي كنشوف قدامي. الشجرة ديالنا المعتادة كما هي، ولكن هاد المرة فيها مصابيح صغيرة اللون ديالها أصفر، كتشعب انبهار مناسب لوقت الغروب، وكتعلق في غصن من أغصانها واحد الأرجوحة ذهبية فيها واحد مسند كبير برتقالي. فاش كنشوف عيني يتعلقوا بداك المنظر الرائع، مقدرش نهضر أو حتى نعبر أي حرف الحروف، أو لأني نجمع الحروف كلها ما توفيش هاد المنظر حقه. انا واقف مورايا عيني كيوزعوا داك الحنان الدافي، ما قدرش لساني انه ينطق ولا انه يشكره. ابتسمت ليه ببراءه، براءه ديال طفله كتدخل الملاهي لشي بارك الاول مره في حياتها. شفت فيه ديك الساعه داك الجانب ديال الحنان، ديال الود، ديال العطاء، عارفه انه لطالما كيبذل اقصى المجهود باش يسعد الناس اللي كيبغيهم، الناس اللي قراب ليه ديال بصح. كيشري لماما كتب ديال الخياطه،
عاود ما كينساش الجريدة الأسبوعية اللي كيقراها الأب ديالو في المواقع الإلكترونية. عنده واحد الاهتمام بالناس اللي كيبغي منها خاص، كيصر على أنه يشري نسخة ورقية، كيخاف على عينيه من الإرهاق، كيشري حتى لماما دوك الآلات ديال العجلة العصرية. آخر فرن هو اللي خداه لها عجلة، خسروا لها من واحدة من المجلات. كيعاون الأب ديالي كل أسبوع أنه يقاد المكتبة ديالو العريقة، كين كيحس بالفرحة أنه كيدير أبسط الحوايج على قبل الناس اللي كيبغي. أنا محظوظة حيت أنا من هاد الناس هادو. وأخيرا تسالات سنة دراسية، كنت فرحانة بزاف سعيدة جدا بحلول الصيف وبنتيجتي اللي كانت مشرفة للغاية. وطبعا كل الفضل كيرجع ليوسف، هو اللي ساعدني في اجتياز امتحاناتي، هو اللي كان الداعم الأساسي ليا والسبب المباشر أني نحصل على ديك العلامات المرتفعة. كان هذاك النهار بالنسبة لي نهار استثنائي، دوزنا باللعب ما تستغربوش اللعب فعلا، الغناء العزف تحت ديك البرتقالة. ديك الليلة ما بغاش يديني نعس، كنت فرحانة بزاف، كنحس بحال كان رفرف كان طير فوق الغيوم، وكان هدتن في راسي رتيبة غيب شوية عليك كتهدلني مالك. كنت كنتسنى في شروق الشمس ديال نهار جديد، كنتسنى وانا فرحانة. النهار اللي غنبدا فيه تدريبي في الشركة مع يوسف، رغم انه اقترح لي غير مدة صغيرة باش يعوض مجهوداتي اللي بذلتها في امتحانات، ولكن تراجع على اقتراحهم بعد ما لاحظ الحماس ديالي بزاف للموضوع. كنت متحمسة بزاف فرحانة، كان ما كرهتش نطير دغيا ونكون سماك. كان الشهر الاول ديالي الخدمة مزيان بزاف، بديت كنتعلم، تعلمت اكثر ما كنت متوقعة، تعلمت بزاف، عرفت بزاف على الفريق الشركة. ديك المرة هادي اختلف الانطباع ديالي على زملاء يوسف اللي شفتهم اول مرة في ديك الحفلة ديال العشاء، كانوا لطفاء ودودين، ما عملونيش كمتدربة اللي غريبة، لا بالعكس شجعوني عاونوني يساعدوني على اني نتعلم في مدة قصيرة. خاصة واحد الشاب حسن كان لطيف بزاف، زميل يوسف في الخدمة، كان زميل ديالو حتى في الدراسة، كان كيعاوني بزاف بطريقه مبالغ فيها حتى في مجال دراستي. لاحظت انه كيحاول يتقرب مني بطريقه خاصه سورتو في الفتره الاخيره. حين عاود ثاني شفت انه يوسف ما كانش عاجبو الحال، كان كيبان ليا الانزعاج ديالو من هذا الموضوع. هذا شحال مره كتلقى عينيا بعينيه وكيراقبنا هكا عن بعد، كيتابع ملامحنا وكلامنا، بحال واحد اللحظه جات في بالي ديك الفكره انه واش كيغير. هاد الخواطر هادو زرعوا في الداخل ديالي واحد الفيض من الامل، واش ممكن ان يوسف كيغير عليا. كنتمنى انه يكون كيبادلني ديك المشاعر ديالي الصادقه، كنتمنى صادقه فعلا، مشاعري صادقه جهتو. هادشي اللي كنعيشو اللي كنحسو ماشي وهم، لا رتيبه حتى هي الحقيقه. تسنيت بزاف الاعتراف ديالو، كنت كل ليله كنرجع من الخدمه كندخل الغرفه ديالي بخيبه ديال امل جديده. كل نهار كنتسنى شي نظره شي كلمه شي اعتراف شي جمله شي تعبير شي تصرف، والو. حتى اني اعتمدت اني نستفز اكثر في كل مره كنشوفه فيها، كنبتسم ابتسامتي الرائعه الحسن بحال كنحاول اني نكبر ديك الغيره ديالو، اني نخلي انه يدير شي رد فعل اللي يبين ليا كل شيء. كنت كنحس بالسعاده لذاك الغضب ديالو الطفولي، وديك داك الجبين ديالو اللي كبريها كمقطبو، والعناد والكبرياء ديالو الاعمى بالنسبه ليا. كان كل شيء مثالي، حتى النهار اللي غنفيق فيه من الاحلام الورديه، النهار اللي فقت فيه على الخبر اللي كان بمثابه الصاعقه ليا. مبروك عليكم يوسف، كتستحقوا كل خير. شكرا، العقبه عليك ان شاء الله. مبروك حسناء، كنا كنرهلوا على ارتباطك بيوسف وسط كل ديك الهمهمات المجهوله وديك التهاني المبتذله وديك الكلمات ديال المباركه. كنسمع والو، ما كنشوف والو من غير الصوره ديال يوسف. مصدقاش يوسف هذيك الشهبه، ديك الشقراء حسناء، الشقراء اللي خدات من الاسم ديالها بزاف، فعلا هي حسناء زوينه بزاف احسن مني. ابتسمت ضحكت ضحكه صغيره، شويه بدات كتوسع الضحكه، ضحكه من اعماق قلبي الدافين، وتمتمت بكلمات ديال التهنئه المقتضبه اللي ما عرفش اصلا كيفاش صدقتها، كيفاش خرجها لساني اللي كيرتعجف. حاولت اني التقط الانفاس ديالي الهاربة ببطء، ومشيت كنجري من بعدها غدا كنجري على برا.
ما قدرتش. شنو غادي ندير؟ شنو هادشي اللي وقع؟ كنحس بحياتي كلها كتهدم كتريب قدامي وانا دموعي كيجري. علاش كذبتوا عليا؟ علاش ما قلتوا لي والو؟ علاش درقتوا عليا هذا الموضوع انت وخالتي يا ماما؟ ما قصدناش يا بنتي رتيبه، راه كنا خايفين انك تفقسي ولا يحسب لك انه يصفى ينساك ولا غادي يهملك. رتيبه، ولكن بلا ما تكعي، يوسف كيبغيك بزاف، عمره ما غيبعد عليك، انت راه قرب ليه من نفسه. ولكن دابا راه ولا مسؤول على خطيبته وغادي يتزوج وغيستقر، يعني ملي غتكمل الخطبه ديالهم كلشي غيتبدل. ها كيفاش؟ ما فهمتش. واخا رتيبة بنتي، ولكن هو راه غتغير حياته، حيت غيتزوج، ولكن انت راه اختو، انت اختو اللي عمره ما غادي يتخلى عليها. خالتي يوسف خويا كيما قلتي، ومتأكدة اني كنحس بالسعادة على قبله، مادام هو فرحان انا فرحانة. كان وعدك غنحترم الخصوصيات ديالو ومسؤولياته جديدة. من داك النهار ما شفت زين، داز اسبوع او بالاحرى كنت كنحاول اني ما نقربش ليه، كنت كنحاول اني ما نحتكش به، اني ما نشوفوش قدامي. ملي كيكون في الدار عندنا كنكون في الغرفة ديالي، اما ناسا كندخل الحمام، كان اي حاجة، المهم كنجاهل الوجود ديالو، كنظهر باني منشغلة بشي حاجة، اني مركزة على هذاك التركيز تام. كنت كنصارع نفسي باش نتوقف على هاد التدريب هذا. خلاص حتى في الخدمة كنت حاشا، باغا امتى نرجع للجامعة ديالي؟ فقط هادشي اللي كنتمنى. كرهت الشركة، كرهت الخدمة فيها، كرهت ديك حسناء، كرهت يوسف، كرهت حسن، كرهت حياتي ككل. كان مر أسوأ تجربة ممكن نمر فيها في حياتي. ما عرفتش حسن اللي رجع كيتودد لي هاد الفترة، كيحاول يخرجني من ديك حالات البرود ولا الاكتئاب اللي كتنتابني، ولكن انا صافي غلقت على نفسي، دخلت راسي في واحد القوقعة تحت ما يقدر يخرجني منها، دخلت في واحد دوامة عميقة ديال الحزن والشجن. شي حاجة بداخلي تكسرات وتحد ما غادي نجبرها ابدا، واخا ما عرفتش شنو. وهنايا قررت واحد القرار لا رجعة فيه، مع البعد مبقيتش قادرة اني نكون قريبة، مقدرش نسمع شي كلام اخر عليه وحسناء، مقدرش نسمع ان يوسف غادي يرتبط، انا غادي نبعد على حياته هكا. بابا وافق خليني نمشي، راه عمي غينتظرني في المحطة ديال التران وديك الساعة غيديني هو للدار. عافاك بابا. بنتي والجامعة ديالك اللي غتبدا من بعد جوج الاسابيع، والتدريب ديالك في شركة مع يوسف ما فكرتيش فيه؟ اوف صافي يا بابا، وقفت الصاج ديالي صافي، بركه تعلمت اللي كفيني. عافاك هيت، كنحس براسي ترهق بزاف. عافاك بغيت نرتاح قبل ما تبدا الجامعه. عارفه انني شي حاجه غريبه هذه، ولكن عافاك يا بابا، فكر مصلحتي، بغيت نهتم غير بالدراسه ديالي فقط هذا الوقت هذا. شنو اللي يعني اني نستمتع شويه قبل ما تبدا الجامعه؟ عافاك. اوف واخا 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 رتيبه، ولكن غتمشي غير اسبوع فقط لا غير. اتصلت بحسن وخبرته اني غنوقف التدريب ديالي حيت قربت العوده ديالي للجامعه، وكلفته انه هو يبلغ صاحب الشركه. هذاك الرجل الطيب اللي تقبل وجودي بصدر رحب، وشكرته بزاف على انه ساعدني والنصائح ديالو. وعدته انني غنطلب من المساعده كل ما احتاجته، هو ما غاديش يتاخر عليها ابدا. يوسف واخيرا توضعتي وقررتي تشوفينا سلمى، هذه أول مرة ما قلتيش ليا الصغيرة ديالي. اللي شفته منك هاد الأيام خلاني نفهم أنك ما بقيتيش صغيرة. المهم جيت باش نودعك، غادي نكمل اللي بقى في العطلة عند عمي، في نمشي عندو المزرعة ديالو. مزيانة سراتيبة، كنتمنى لك رحلة سعيدة. يوسف واش انت كاعي مني؟ لا وعلاش غادي نكاع منك؟ الا كنتي كتهضري على انك خليتي ستاج، راه قال لي حسن. اما على هاد المشي ديالك عند عمك، قالتها لي ماما، عاد عرفت قيمتي عندك، عرفتها مزيانة رتيبة. المهم بلا ما تسمي شي حاجه، استمتعي مزيان. واش هكا العاده؟ خليش لي حتى المجال اني نهضر ولا نتكلم. عارفه اني كنت هامله بزاف هاد الفتره هادي، كنت كنجاهل حتى الاتصالات ديالو الهاتفيه، لا ميساج ما كنجاوبهمش، ولكن ما كانش بيدي، والله ما بيدي، راه كانت تحرق من الداخل ديالي، كانت تحرق حتى ملي نسمع سيرتو ولا كنسمع سميتو. شنو غادي ندير؟ شوفو كل نهار كيبتسم لهاديك الشقراء،
وهو كيمشي وكيصبح لها فرحان باش ندير انايا قال الاحلام ديالي الناديه طاحت في واحد البئر عميق. شنو غندير وانا قلبي تكسر وتفتات المشاعر ديالها الصخور صلبه. سافرت وحاولت اني نستمتع بكل طاقتي والاحرى حاولت النسيان واني نجاهل ذاك الالم اللي كاين هنا في قلبي، قلبي الحزين المكسور واللي ضاع. داز الوقت ورجعت للجامعه بعد اجازه ماساويه طويله، كانت أطول إجازة في التاريخ، أطول إجازة في حياتي. ما شفت يوسف من نهار رجعت. أول يوم في الجامعة كان دخل قال السلام هكا بهدوء، ما هزيتش في عيني نهائيا لحد الساعة ما تقابلت عينينا مجددا. كان ديك النبرة ديالو خالية، ما لامنيش ياك هو اللي اتخذ القرار ديال الفراق ولي مشى خطب واحدة أخرى من غيري. كيفاش عطاتو نفسه أنه يخطب بنت أخرى من غيري؟ علاش علاش أنا لا؟ عرفت انا فعلا مش خطبها ملي كنت انا في المزرعه، يمكن هذا كان احسن حل حيت انا ما كنتش هذيك الساعات غادي نتحمل الموقف. واش انا كان غير عليت لهاد الدرجه؟ علاش ما حسيتش بالسعاده على قبله؟ علاش قلبي كيحسر قبل الالم؟ واش حيت هي خدات بلاصتي ولا مازال؟ لا مازال وجب هنا هي تحت الشجره ديالنا. واش قطف لها شي برتقاله بيدي وكل عليها؟ واش شاركات والالعاب ديالو وكتبه القديمه؟ واش كيسهر معاه بالليل كل ليله كيدرسو هكا بلا ميساج كيف ما كان كيدير معايا؟ لا يا ربي عقلي عقلي غادي يطرطق، يا ربي ارحمني. يوسف اخويا خاصني نكون سعيده على قبله. اه هو صافي ارتبط غادي يكون اسره صغيره وغادي يستقر. لا 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 يوسف ماشي اخويا، عمره ما كان خويا. اه هو اخويا، لا هو حبيب طفولتي مراهقتي كل المراحل ديال عمري. يوسف هو اللي كانت نفسه، هو الروح اللي كان حيا بيها، هو الماء اللي كانت تنفس فيه بحال ديك السمكة البرتقالية. يوسف غيخليني ما يبقاش من حقي من بعد دابا، ما بقاش من حقي. نهار فقس على زوج ديال الحقائق المؤلمة، وهما حبي ليوسف وأني فقدت فيه حقي للأبد. سلمى واش تخاصمتي انتي تو يوسف؟ تلفت عند ماما زي عند ماما يوسف. لا لا خالتي علاش كتقولي هكذا؟ ما عرفتش لاحظت مده هادي انه ديما معصب ديما طالع عليه الدم. توحشنا ديك الفرحه ديالو ديك الضحكه والنكات ديالو، ولا كاتهم بزاف ما بقاش كيخرج من البيت ديالو حتى انه رفض انه يجي معايا اليوم. اه لا ما عرفاش خالتي، يمكن غير مشاكل في الخدمه او لا يكون مخاصم مع خطيبته. لا 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 ما كنظنش، عمري ما شفت يوسف هكا من قبل. وانا عارفه انكم مبقيتوش كتهضروا ومبقيتوش كتلاقوا على بعضهم، مالكم شنو كاين؟ بقيت كنشوف خالتي كنحاول نبعد وجهي عليها. لا والو ما كاين حتى سبب، غير هو مشغول وعنده مسؤوليات بزاف وانا راك عرفتي رجعت لافاك ومشغوله فيها. ما قدرتش ننطق، اشتقت ليه بزاف، توحشتو توحش داك المزاح ديالو، كلامه وابتسامته وضحكو نكاتو ديك التعليقات ديالو السخيفه هكا ملي كيلعب ليا بشعري، ديك سهراتنا ديالنا تحت شجرة البرتقال، دوك اللعب ديالو الإلكترونية، الكتب ديالو الغامضة اللي كنا كنقراوها، اشتقت لكل شي فيه. داز عام كامل، عام عام بالحلو ديالو والمر ديالو، أسوأ سنة مريت بها في حياتي كلها. فعلا رجعنا كنهضرو مرة مرة قليل، رجع زين ولكن كائن من خالة فقط ماشي كأخويا أو صديقي المقرب. كنتلاقاو في المناسبات في الاعياد، كنلقاو على بعضنا ديك التحيه العابره داك السلام مع ابتسامه صغيره للمجامله فقط وسؤال على الحال هكا بارد فقط ولا غير. نفسيتي تعبت بزاف، مرت دمرت، الكل كيلاحظوا داكشي اللي وقع عليا كيفاش تغير حالتي من ايجابيه لسلبيه الا هو. ما عرفتش علاش ولا علاش كيعاملني هكا ببرود، علاش شنو درت لي؟ شنو باش دنبت انا؟ باش يمكن جهلت في شي وقت بسبب الحزن ديالي وقهرتي ملي تخطب ملي خطب، ولكن هو مالو علاش تغير هكا؟ واش حيت خبرت حسن بالله توقفت على التدريب وما قلتش ليه هو؟ ولكن ديك الوقيته كان الغضب عاميني، ما كنتش كنتحمل نقدر هكا نشوفه معاها. ولكن شنو الفكره ديالو غتكون عليا دابا؟ واش فهم السبب ديال التجاهل ديالي ليه؟ واش السبب فهم علاش هكا كنتجاهلو وعلاش بعدت عليه والبرودة ديالي وفسرو بشكل غلط؟ عييت من كل شيء، فعلا عييت من كل شيء، من التفكير من العتاب من الندم
ومن يوسف حتى هو. النتائج ديالي هاد السنه كانت هابطه بزاف، وانا كنوصل للسنه الجامعيه ديالي الاخيره بروح حائره وقلب كيسيل بالدم. ما بقيتش كنشوف ديك الشقره الشهبه في اي مناسبه. كنت كنسمع خالتي بعض المرات كتهضر عليها، شحال من مره عرضت على العشاء كتقول انها زوجه مثاليه مناسبه ليوسف، ولكن بلا ما شافش ديك الشراره ديال الحب متبادله بيناتهم. يا ترى علاش دار هاد الخطوه الا ما كانش كيبغيها؟ شنو السبب اللي خلاه يخدمها وما كاينش داك الحب بيناتهم؟ واش قرر انه يستقر واختارها هي كزوجه مناسبه ليه، ولا من داك الوجود ديالي الدائم في حياته قرر انه يخرجني منه بهذه الطريقه؟ مرحبا خالتي، كي دايره؟ بخير؟ لاباس عروسنا الزوينه رتيبه حبيبه. خالتك جابت الكاريس، ارتبكت اللحظات ما قدرت نقول حتى شي كلمه. سمعتها بحال تخوى عليها الصل ديال المبارد. شنو هادشي؟ تيقوني عريس مناسب لا يعلى عليه، يكفي انه من طرف يوسف. من طرف من؟ هادشي اللي نطقات به خالتي. مالك سلمى؟ يوسف ولدي. شكون من غيره؟ هو اللي راه خدام معاه في الخدمه، وكنظن راه كتعجبيه من شحال هادي. ملي كنتي هكا دوزتي معاهم 16 هادي عامين، راه فاتح يوسف الموضوع وبدوره طلب مني اني نجي ناخذ رايك. شنو رايك؟ كتشوف هي الملامح ديالي كيفاش تبدلوا. ما دويت ما تكلمت ما جاوبت، حتى رد الفعل ديالي كان صادم. ملامح ممحيه، توجهت الغرفه ديالي بدون ما نضيف حتى حرف اخر. شل عقلي على التفكير والاستيعاب. واش هادي النهايه؟ علاش علقني بي وخلى نفسه هو المحور ديال حياتي باش يقرر من بعد انه يخليني؟ وزاد كملها خسر هي خسرني العريس اللي غيسلمني ليه بعد داكشي كله اللي عشناه. يا ربي امتى غيتشفى قلبي من هاد الالم، داك الوجع ديال الروح القاتل لم يقدر يتحملو حتى واحد. يا ترى امتى غادي نقدر ننزع يوسف من قلبي؟ واش يقدر حسن او لا غيره يحيد يوسف من قلبي؟ عقلي مشوش ما عرفاش شكون اللوم، ولا واش نقدر نلومو؟ واش نلوم يوسف ولا نلوم القدر اللي وضعو في طريقي، ولا ماما وخالتي اللي دخلوا عنوه في حياتي، ولا نلوم نفسي اللي سمحت لقلبي الخائن انه يتعلق به؟ حتى كنسمع ماما كتهضر. شنو قررتي على تيبا؟ الشاب راه كيتسنى الاذن باش يجي. بديت كنشوف ماما، ما غاديش نقول القراري قبل ما نشوف يوسف. كتسمت لهفة اني نشوف وجهه، نشوف عينيه وكينصحني اني نتزوج براجل اخر من غيره. بغيت غير نشوف عينيه، وديك الساعات غادي يكون قرار النهائي اللي لا رجعت فيه. وفعلا تلاقيتو، راه حسن كنظن راك تعرفيه مزيان. كنعرفو. انت شنو رايك فيه؟ انت كتعرفو اكثر مني. هو شاب خالوق متواضع، الحمد لله مرتاح ماديا. شنو خاصك من غير هادشي؟ بديت كنشوف ليه في وجهو، أول مرة قررت أني نواجهو. باغا الحب يوسف، الحب اللي قلبت عليه بزاف، اللي ظنيت أنه قريب ولكن كان أبعد مما تخيلت. عموما انتي طلبتي رأيي وأنا خبرتك به، كنظن أنك مغديش تلقاي ما أحسن منو. دوك الكلمات اللي نطقتهم كانو غي بيني وبين نفسي، ما قدرتش نسمع ليه. واخا يوسف شكرا على صراحتك وشكرا على نصيحتك. يوسف تلفت لعندي، واش غتسمح ليا شي نهار؟ بقى كيشوف فيا كيطلع يهبط كيستفسر بعيني. ما فهمتكش راتيبه، امتى غيتسال هاد العقاب؟ امتى غيحيد حيد هاد الغضب ديالك؟ امتى غنرجعو كيف كنا؟ بقى كيشوف فيا بنظره مبهمه. انا ما كعيش عليك، ما غاضبش منك، كون غير كنت غضبان حيت ديك الساعات كانت غتغير شحال من حاجه. وافقت رغم اني شفت في عيني شي حاجه منهاتني، ولكن وافقت. شفت بحال الالم من الكسر، شفت عيني كيلمعوا بالحزن، وشفته بحال كيصارع البوح بالرفض. الا اني وافقت، كانت جلسه بسيطه تعرفنا فيها اكثر، تبادلنا المجاملات، وانتهت بتحديد مواعيد اللقاء جديد. زين بطبيعه الحال ما حضرش، انا ماشي غبيه باش ما نفهمش التغيير اللي طرا عليه مؤخرا. كيقولوا ان اللي كيبغي كيحس بحبيبه، وانا كنحس بالالم ديالو والحزن اللي ما عرفاش سبابه. ربما لو كان اعتراف بسيط كان غير كل شيء، ولكن فات اول الاعتراف. دابا كل واحد منا شق طريقه كيقلب على مرساه، وانا ما غاديش نكون اكثر شجاعه منه. ما غاديش نكون انا مبادره، غاديش نخاطر ولو بواحد في المية مشاعري النيديه
اللي من الأرجح أنه يقدر يسخر منها ولا ينعتني بديك الطفلة ساذجة شخصية زين جديدة. قدرش نستغرب أي حاجة يديرها، شخصيته الغريبة الغامضة. يقدر يواجه الحب ديالي وليه والعشق ديالي بالبرود والتجاهل، وهذا الشيء اللي غيزيد يقتلني أكثر. ربما يكون بغى هذيك الشقراء ديالو وتعلق بها، ونسى أياماتنا الزوينة ذكرياتنا، ربما تجاوزني. فعلا كيفاش غادي يبني حياته ومستقبله مع بنت صغيرة كما كان كيقول لها؟ حسناء هي اللي لايقة بيه، مرأة قوية حازمة عملية، هي اللي يقدر يفتخر بها قدام كل شيء ماشي أنا. مبروك يا سلمى. شكرا يوسف، كنت بغيتك تكون موجود. لا كاين تداعي الوجود ديالي من بعد اليوم. كنتمنى تلقي السعادة مع حسن وتلقي الحب اللي كتقلب عليه، بقيت كنشوف فيه. حتى أنا كنتمنى لك السعادة. شنو رأيك نحتفلو بزوجنا في نفس اليوم؟ مزيان، تقدر تكون شي حاجة زوينة. لطالما كنا خوت كنتقاسمو كل شيء. تا كيشوف فيا ما كنظنش، حيت فسخت خطبتي مع أسماء. كان هذا جوابو على اقتراحي المستفز قبل ما يخرج. أرمى كلامو بحال السيف وخرج. أرمى كلامو بنبرة تهكمية، ابتسامة ساخرة قبل ما يسمع الرد ديالي كعادته ديما. كانوا عيني كيحملو الألم ديال الكون كله. شحال أنا غبية، قصت أني نجرحو في آخر كلام. بغيت يتحرك، بغيت يدير شي حاجة، بغيت نستفزو، بغيت يتخلى على العناد ديالو والكبر ديالو يعترف. ولكن ماشي أي حاجة كنتمناها كتحقق. كون غير سكت، كون غير خاطرت واعترفت. ولكن عمر يا ريت ما كتنفع، كتنفعش بعد ما كيوقع الفاس في الراس. كون غير غيرت الواقع. كي دايره سلمى؟ بخير. بخير حسن، انت؟ الحمد لله. كي دايره مع لافاك؟ الحمد لله. ما كنتش كنتوقع ان العام الاخر غيكون صعيب لهاد الدرجه. شوفي نصيحه ما تخادليش، مابقاش لك بزاف، وانا كنوعدك اني غنكون بجنبك، وان شاء الله من بعد التخرج ديالك غنضمن لك خدمه في شركه عوض يوسف. اش كيفاش ما فهمتش؟ كيفاش عوض يوسف؟ ما عرفتيش يوسف كيوجد في الورق ديالو غادي يسافر من لشي ايام. كانت اكبر صدمه تلقيتها في حياتي من بعد صدمه ديال الخطوبه ديالو. كيفاش غادي يسافر؟ غيسافر برا؟ غيتخلى عليا؟ كيفاش غنعيش حياتي وما كاينش قريب ليا؟ على الاقل مره كنشوفو، على الاقل كنسمع صوتو. ما عرفتش كيفاش وصلت للدار، ما عرفتش كيفاش ندز، كيفاش جيت. فقط مع 8 دالليل صداع، بابا كيهضر، كنسمعو كيقول الحمد لله الحمد لله، خالتي هكا يدي على شعري، ماما جالسه حدايا شاده في يدي، كنشوف يدي دايز في هذاك السيروم، افكاري مشوشه، راسي كيضرني. كيفاش جيت لهنايا لفراشي؟ قالوا لي رفقتي الوعيد الصباح، والدكتور قال لهم اغماء بسيط بسبب التوتر والقلق. كانوا كيهضروا بزاف، كيهضروا حدايا، ما كنفهمش شنو كيقولوا. راسي ضارني، كنسمعهم كيقولوا لي راه هامله صحتك، هامله ماكلتك، داك النصائح ديالهم باش نخفف شويه من سال ديال الدراسه. كنسمع هذيك الهضره، عيني معلقين الباب ديال الغرفه، انا كنشوف يوسف قدامي بحال كان داخل هكا مزروب، بحال يلا خارج من شي سباق. شعرو مبقات، عيني حمر بحال الدم. تجا قرب من الفراش بسرعه، حتى اللحظه حسيت بحال غيعنقني، ولا ما عرفتش شنو، بحال غيعنقني بلا ما ينتبه لكلشي اللي كاينين حدانا. كانت واحد اللهفه اللي ما قدرش انه يخفيها. مالك يا حبيبه؟ مالك الصغيره؟ مالك؟ شنو كاين؟ شنو واقع لك؟ شنو هادشي اللي في يدك؟ هضري عافاك. تفضل يا ولدي، غائر ما بسيط وصابي بسبب التوتر، الدكتور طمنا ودار اللازم. كانت الام ديالو اللي كتحاول تطمنو، ربما ما هزموش ديك الكمه محببه اللي نطق بها وسط ديك العلها والخوف، ولكنها كانت بحال البلسم اللي طبطب على ديك الروح ديالي الجريحه. نطق ديك الكلمه اللي كنبغيها، صغيره حبيبه، انا هي هذيك. بالنسبه لي كنت كنكره ملي كينعتني بعض المرات بها، ولكن دابا بحال كنعشقها منه. طلعت الحمرة الخجل الخدودي وجاوبته بعدة كلمات هادئة بشوية، كنشكرو بها على داك القلق ديالو على قبلي أنه سول عليا. عارفة دابا أنني بحال ديك الخائنة، أنا كان خون حسن اللي كنفكر بغيره، ولكن مال بيدي ديال الحيلة، منقدرش. لطالما قلبي كان هو اللي مسيطر عليه، المسيطر الأقوى قوم العقل. قلبي متعلق بيه وما كيقبل أي تفاوض. على ديك الحسن كنت معاه الصباح في الحديقة قبل من
ما نغيب شنو اللي طرا. تفكرت يمكن الخبر اللي صدمني هو ديال يوسف والسفر والوراق، الخدمه اللي غيخليها. انا غادي نخدم في بلاصتو. هذيك الافكار كيداهمو في راسي بسرعه، وتذكرت كل شيء. بداو ملامحي كيتغير، ورجعت كنشوف بحده يوسف غيسافر غيخليني. جريت الغطا عليا وناس بلا استئذان جالسين مثلا حدايا كيهضروا، ما حقت على شي واحد. غاديش نسولو، ما غادي نسولو على والو. دابا غادي يفهموا كل شيء، غيفهموا سبب ديال الاغماء ديالي مفاجئ. ما عنديش طاقه باش نهضر، باش نجادل، باش نعاتب. التليفون ديالي ما وقفش، كيصوني رسائل مكالمات حسن. ما عنديش طاقه باش نجاوب شي حد، ما عنديش طاقه باش نهضر. عندي طاقه غير النوم، نعاس اللي كنهرب منه من كل شيء. ما عرفتش كيفاش دازت عليا ديك الليله حتى صبح. صباح جديد. صباح الخير رتيبه، كيف صبحتي اليوم؟ هزيت عيني فيه. بصح غتسافر يا يوسف؟ شاف فيا باستفسار. شكون اللي قال لك؟ ما كيهمش شكون اللي قال لي، عافاك جاوبني. بصح غنسافر. علاش يا يوسف؟ علاش ما تخلينيش؟ عافاك انا غادي نهون عليك كل شيء. عارف انني ما نقدرش نستغني عليك. جاهلني عامني ببرود كيما كدير. غادي نخلي حسن وتا يلا رجع لخطيبتك، ولكن عافاك ما تخلينيش. عافاك عافاك يا يوسف، ما تخلينيش بوحدي. عافاك ما تهضرش معايا كاع، ما غاديش نعاود نظهر قدامك، ما غاديش نبرصدك. غير نقدر نشوفك من بعيد الا بغيتي نطمن بابا اننا نتحولوا كاع باش ما نبرصدكش. ولكن عافاك ما تسافرش، بغيت غير نحس بك انك كاين هنايا قريب. نطالبك بس حاجه اخرى، كان وعدك بهذا الشيء. كيشوف فيا مستغرب لهاد الهضره، انا براسي ما عارفاش باش كنطق. كيفاش تخرج ديك الهضره كامله؟ تدني تدني يا راتي، بعافاك صدقيني هادشي ما عنده حتى علاقه. ياك ديما كتقول انك كتبغي تشوفني فرحان مرتاح، انا غادي نكون فرحان باش نحقق الطموح ديالي. هادي راه فرصه ديال الخدمه، غتكون مزيانه بزاف، مزيانه على قبل اني نقاد التاريخ ديالي العملي. عاد غتعاونني باش نداوي الجروح ديالي والكسور، غتخليني نوض من جديد، غتعلمني كيفاش ننسى رغم انني يعني كنشك اني شي نهار غادي ننسى. باش كنشوف فيه يعني هذيك خيتي هي سبابو، بصح حسناء خطيبتك ياك؟ اشنو دارت لك؟ هي اللي فسخات الخطبه. رجع ليها لك تي كتبغي. انا نقدر نمشي ونطلبها باش ترجع لك. غير بقى، واش غتخلي البلاد كلها على قبلها هي؟ ولا كنتي كتبغي هي علاش تخلي البلاد؟ انا نطلبها وتجي عندك. كيشوف فيها بالسنكار، ما كيهمش الصغيره ديالي. تيقيني ديها بصحتك وفق رايتك، واعديني انك تخلي على الخوف ديالك وسلبيتك، تعرفي على الاصدقاء جداد، تعلمي كيفاش تثقي بهم. ولكن كوني حذره، كوني علاقه جديده، ديري العالم ديالك تجديد. حاولي تبغي حسن بكل طاقتك، كيستحق، وحتى انت كتستحقي، كتستحقي كاع السعاده اللي في العالم. كنتمنى نكون الشخص اللي قدم لك هاد السعاده، ولكن فشلت وديما غنكون فاشل. كي بحثت دموعي بقوه، ما نطقت بحتى كلمه. كنتسنى فيه يخرج، كنحاول نستوعب هاد الكم الهائل المشاعر ود الكلام، هاد العبارات اللي ما فهمت فيهم والو. شاف فيه واحد الشوفه طويله، كان كاسها الحزن والالم. هكا ودار وخرج. ديك الساعات انفجرت بالبكاء، حيت كاين بكي حتى فقدت الوعي. كان هادشي اللي تمريت منه هاد الايام فوق القدره ديالي على التحمل. اول مره كنكون ضعيفه لهاد الدرجه. بقى يومين على السفر ديال يوسف، ما بقيتش شفتو رغم انه كيحاول يطمن عليا من بعيد. عزلت على كل شيء، وطبعا عرفوا السبب، علاقتي بيوسف مش علاقه عاديه. الطبيعي ان السفر ديالو غادي يحطمني. دخلت عليا خالتي رتيبه، اذا كان يوسف عنيد وغبي علاش حتى غتكوني بحالو؟ حسيت في راسي ما فهمتكش خالتي، فهمتيني مزيان. عارفه انك غبيه بحالو، ولكن ماشي زي لهاد الدرجه. بزاف سوفي، كل واحد كيشق طريقو. خالتي بلا ما تهضري معايا هكا، هو فضل خدمتو ومستقبله، وانا كنتمنى ليه كل التوفيق من قلبي. قلبي اللي عمرو ما غادي يبرى، ولكن غادي ندير بنصيحتو، غنعيش غنعيش باش ننسى. بلغي سلامي واني كنتمنى ليه التوفيق والنجاح. انا غادي نكون مزيانه، غادي نقاد المشروع ديالنا في نهايه الاسبوع. ما غاديش نقدر نودع، كنكره الوداع. وهاد الوداع ديال يوسف تحججت لبابا بالمشروع باش نبقى عند مرام. ولكن دوزت ديك اليومين في الفراش، ما كنسكتش من البكا. شحال صعيب انه يسافر بلا ما نودعو، ولكن الوداع ديالو غيكون اصعب. هربتي كعادتك يوسف؟ شنو كدير هنا؟ كيفاش دخلتي؟
جيت باش نوداو لبنت خالتي اللي غتكرهها انها تشوفني قبل ما نسافر. تلفت للجهه الاخرى، يوسف راني عارفه انني كنكره هذا النوع ديال اللقاءات، ما كنحملش هذا الوضع. عارفه رتيبه، ولكن عذريني قدرت نمشي بلا ما نودعك. كيصعب عليا اني نشوفك في هذا الموقف هذا الصغيرة ديالي، ولكن فعلا ما قدرتش. بديت كنغالب دموعي. واخا صافي صافي يوسف، يلا بسلامه، كنتمنى لك التوفيق. وبلا ديك المحاضرات ديالك عافاك، بلا ما توصيني على نفسي، صدقني صافي حفظت كاع كلامك وليت حافظه. بركه بدا كيشوف فيا. واخا صغيره ديالي ما غاديش نودعك، ولكن غنقول لك حاجه واحده، اهتم بديك البرتقاله ديالنا، هي امانه عندك، امانه غاليه، غنستقش ليها نتشاق ليها بزاف اكثر ما كتصوري. صبحات حياتي بارده هاديه روتينيه، دازت شهر فتره صعيبه، تزوجتها بوحدي ما ساعدني حد، سمعت نصيحته وحاولت اني نعيش بلا بيه. صعيبه قاصحه مريره، ولكن عشت ومازال عايشه. كانت حياتي عاديه بارده، وليت انسانه منطويه منعزله كما كنت من قبل، بل كثر. حتى حسن ما كانش موجود في حياتي بصراحه، هو ما تخلاش عليا، انا اللي طلبت منه الانفصال. اصلا ما كانش بيناتنا شي علاقه باش ننفصلوا، كنقسم ليكم، حاولت من صدوش، حاولت اني نقنع نفسي ان حسن هو الشخص اللي كيناسبني، الشخص اللي غنبني معاه مستقبلي، حياتي جديده. حاولت نقنع قلبي ان يوسف خويا ولد خالتي فقط، وان السبب في هاد المشاعر هذا وعلاقتنا اللي مختلفة الفريدة من نوعها. كنت كنظن ان بخروجه من دائرة حياتي غادي ننساه وغادي نتجاوزه وغادي نقدر نتعلق بشي انسان من غيره، شكون اللي غيساعدني هكا ويدعمني. ولكن فشلت. عرف ديك ساعات وتأكدت وتيقنت ان حبي ليوسف كان حقيقي، كان هو النصف ديالي الاخر، كان العشق الاول والاخير في حياتي. ولكن بغبائي وخوفي خسرته للأبد. كنا جالسين كالهذا صمت سيد الموقف حتى نبقات ماما رتيبة. جاك عريس، ماما عافاك، قلت لك مرة من قبل مسقيتش تصحي معايا هذا الموضوع، عافاك ماما، ما باغي لا عرسان لا والو، على الاقل في هذا الوقت هذا ماما نحاول. انا عارفه اني كنهزم بدراستي دابا، وغير بالمشروع التخرج اللي عندي مابقاش ليا بزاف غادي نقدم هاد الايام، ما كاين حتى حاجه من غير هادشي، عافاك. بقات ماما كتفحص فيا هكا، كنفهم ديك النظره ديالها. يلا اجي، ما غتهبطيش لتحت للحديقه، عطي حالتها كديره ولا تحالها، راه بابا كيقاد فيها كينقيها، تعاونيش. بقاش كتهمني يا ماما، كتبقاش كتهمني بعد، بقاش كتهمني. زوروني كل سنه مره، حرام تنسوني بالمره. كنت كنغني هاد الاغنيه بشروط ولات كتعجبني، كنشوف ديك الارجوحه اللي ولات كتبان هكا قديمه باليه، كسا هذيك الغبره والتراب، اوراق الشجر اللي طايحه عليها دابله بحال حياتي، عندك شجره البرتقال اللي تجردات من معاني ديال الاسم ديالها، ولات اغصانها خشبيه غادرت الحياه. عارفه انه غادي يغضب الا شافها بديك الحاله ملي رجع، ولكن ما بلي هذه حيله، قداش نقرب منها. عمري قربت لها من نهار سافر، كنشوفها غير من بعيد، كنراقبها بحال كنشوف فيها صورتنا في الماضي. وحملي كنت كنغني، كنتسنى انه يدخل هكا موراني مورايا هكا فجاه، هكا يطلب مني اني نوقف على الغناء كيعاتو، ولكن ما كيجيش. كنت كنتسنى وكنتسنى وما كيجيش. رتيبة اجي بنتي، اجي هو يوسف في التليفون، اجي بغاك. لا ماما بلغي لي سلامي، تعطلت على مرام، خرجت كنجري. اليوم يوم التخرج ديالي، رغم كل شيء كنت كنتمنى انه يكون معايا في النهار، يدعمني يضحكني، خفف عليا التوتر كعاتو، يهمس ليا فضني بديك العبارات ديال التشجيع. شحال فساقدة. مكنتش كنتخيل انه مغاديش يكون موجود في هذا اليوم المهم في حياتي، مكنتش كنتخيل انه يكسرني بالغياب ديالو بهذه الطريقة. فقت اليوم بكري على زقزقة العصافير الرقيقة في الفجر قبل ما تشرق الشمس بدقائق، كان صباح مختلف، كنت كنحس بهذا الشيء، الشمس مشرقة كتشع. نزلت الحديقة باش كنشوف مشهد الشروق بحماس بحال شي طفلة صغيرة، ولكن داكشي اللي شفتو خلعني، شي حاجة تغيرت في الحديقة، بحال رجع بيا الزمن النهار اللي تفاجأت فيه بالهدية ديال يوسف
كانت الأرجوحة نقية، كانت الماء واحد البساط هكا نقي محطوط حدا العرش حداها، كينبض بالحياة وشجرة مقادة بحال فيها قطرات ديال الملامين مازال معلقين في الأوراق ديالها. واش يمكن أن ماما هي اللي دارت هاد الشي؟ ماما قربت لها نقاتها، ولكن أنا طلبت منها ما تقربش منها. شكون غادي يكون يوسف؟ ما كيبغيش حد يقرب ليها الشجرة ديالو من غيري أنا. اوف يوسف عاود، شو اللي فكرني بيه دابا؟ حتى كيجيني واحد الصوت من اللور، توحشت البرتقالة. واش هذا الصوت؟ ولا كان حلم؟ ولا الشجرة اللي تكلمات؟ ولا الأرجوحة؟ لا لا، هذا صوته المغرور. ديك الساعات بغيت نتلفس ورايا، ولكن خفت من الوهم ديال أحلامي وداك الزيف ديال الخواطر. ورغم ذلك تلفت كنشوفو، هو فعلا ملابس شبابية، لبس جين، تريكو أبيض، الحذاء ديالو الرياضي، وديك الكاسكيت اللي ديما كيديرها هكاك مقلوبة. واش ابتسم؟ واش نبتسم؟ ولا نحزن؟ ولا نبكي؟ ولا نعاتب؟ ولا ندير راسي بهردة الأحاسيس ما يكونش عندي رد الفعل؟ ما عرفتش حتى كيفاش غنتصرف. ولكن هي مبقاش برتقالة، فعلا هادشي اللي كنشوف، مبقاش فيك الحال، غنرجع كيما كانت. كنظن انني تخليت على شي ايدي امينه، ولكن الضن ديالي خاب فيك. كان جاي كيقرب ليا اكثر، علاش رجعتي؟ توحشتك. كي كانت الخدمه ديالك؟ توحشتك. وانا لا، خليته سميت غادة رغم الاشتياق ديالي ليه. تمنيت اني نجري باش نحضنو ونعنقو ونحس بداك الاطمال والراحه والامان، ولكن لا، قلبي كيحس بالسعاده ديال الكون كلها فيه. وانا هنا ويوم ديال التخرج ديالي بالذات، ولكن ما نقدرش نقرب لي. على العكس، عوض ما نمشي نجري عنده مشيت كنجري هربانه منه. كانوا عيني ياسينين بالدموع ملي تسلمت الجائزه ديال ختم الدروس. تخرجت اخيرا بعد سنوات اللي استنزفات طاقتي والجهد ديالي. اول وجه تجات لي بعينيه هو يوسف. بغيت نشوف نظرات الفرحه في عينيه، ولكن شفت كثار منها بكثير. شفت ابتسامة ديال الفخر، اعتزاز كترسم على وجهه. رديت عليه ابتسامة اخرى واسعة، رغم ان لساني ما خاطبش لسانه من داك اللقاء ديالنا الكارثي في الحديقة في الفجر. كنت مازال كنلعب دور لا مبالاة والتجاهل الغاضب، ولكن فعلا ما عرفتش لاي ماذا غادي نتحمل الابتعاد ديالي عليا ولا الحضن ديالو اللي كيناديني. قيت المباركات من الجامعة، كل شي كيبارك ليا، فرحانين، خالتي، رجلها، ماما، بابا. وملي جا الدور ديال يوسف ما تلفتش ليه نهائيا، ما شفت جهته. درت بحال ما دواش معايا، خليته وانشغلت بالمباركه ديال الاصدقاء ديالي. كنهضر معاهم، كنضحكوا، عارفه انه ما عنده ذنب، ولكن بالنسبه لي اكبر ذنب دار هو خلاني في اصعب اللحظات اللي اجتازها بلا بيه. دوزت وقت كامل بلا بيه، كنستسلم الوحده ديالي القاتله وديك الحياه المريره اللي عشتها. استسلم الهواجس ديالو افكار وسافر وخلاني بوحدي. مساء الخير، مبروك عليك رسيبة. شكرا لك ولد خالتي العزيز. رسيبة، مش غادي تسمعي ليا دابا ولا غادي تجاهليني كما درتي النهار كامل؟ ما تلفتش ليه، بقيت عاطيها بطار. ما كنتجاهلكش وما كنتسنى منك حتى حاجه باش نسمع، ولكن انا كنتسنى منك بزاف. انا ما عندي حتى حاجه نقولها لك، ولكن انا عندي. واش كتفلى عليا ولا شنو؟ صافي جيتي اديتي الواجب ديالك، باركتي ليا، باركتي لاختك الصغيره، وباركتي للماما البابا. صافي شنو بغيتي؟ سرجع للبلاصه اللي جيتي منها، رجع لخدمتك ومستقبلك، وانا صافي تعودت اني نعيش بلا بيك كما تعودت اني ندير اي حاجه. نطق واحد السؤال اللي كنت متوقعاه، علاش خليتي حسن؟ شي حاجه اللي ما كتخصكش، حتى لو كنت خليته غادي يجي وقيته غنرتبط واحد اخر من غيره. ترتبط بشي واحد من غيري؟ بديت كنضحك. غيره مازال فاشل في الضبائر كما العاده ديالك. فعلا مازال فاشل في كل شيء كما عرفتين، فاشل حتى في اني نساك. خليته سميت غدا في اتجاه الدرج باش نطلع. تصبح على خير يا يوسف. مازال ما كملتش كلامي. الصغيره ديالك كنت كل ما كنعيط لك صغيره كنت كنضيف لعديك ديال التملك. بيني وبين نفسي كنت كنجاهد باش ما نطقاش هكا قدام كلشي. نطقتها بعض المرات قليله، ولكن ما انتبهتيش ليها.
يوسف، واش نسى في كامل القواك العقلية ولا الخدمة أطرس عليك ولا شنو؟ عافاك، ما عندي لا العقل الخاطر لا التخربيق ديالك وهاد السخرية ديالك وديك النكات ديالك مستفزة في هاد الليل. عافاك، هي أنا مع الناس كان بدا كيقرب ليا أكثر، كل كان على جف شاد الهضرة هادي. تيقيني يا الصغيرة ديالي، عمري ما كنت جدي بحال دابا، لطالما كنتي الصغيرة ديالي، الطفلة ديالي، أختي الصغيرة، كما علموني اني نقولها لك، ولكن عمري قدرت نديرك في ديك الخانه ديال اختي. تمنيت كنتي ولد، حيت خفت من ديك المشاعر اللي كطرق بابي باب قلبي. كبرتي قدام عيني وانا كنتابع كل مراحل عمرك المختلفه، تي كتزدادي جمال على جمال، وانا كنراقبك من بعيد وكنحميك كاخ، اخ فقط لا غير. حسيت اني كنخنقك بالمشاعر ديالي، كان حرمك من انك تعيشي قصة حب جديدة مع شاب كتختاريه بنفسك، ماشي فهم مفروض عليك من الصغر. خفت عليك اكثر من خوفي على نفسي، قلبي ومشاعري تأكدت الفكرة ديالي مني شفت العلاقة ديالك مع حسن كتوطد. عرفت من دوك الزوابع ديال افكاري وخطبت وديك الشقراء بالذات كما كنتي كتقولي لها، اللي كتكرهيها باش نثبت نفسي انك فقط حبيبة الطفولة. ولكن برغم كل شيء كنتي كتوغلي في داخل قلبي يوم بعد يوم. كان قرار فاشل ملي خطبك حسن مني، ضربته على وجهه دون بلا ما نحس، رغم اني كنت متوقع ديك النتيجة. قال انه شاف واحد النظرة ديال رينا منك وتأكد انك اتوافقي، قدرش نوقف في طريقك، بغيتك تبداي مشوارك، مشوار حياتك، وتعيشي قصة حب اللي طالما تمنيتيها. قررت اني ما نكونش اناني معك، نخرجك من دائرة يوسف، ندفعك لحياتك والعالم الخارجي، وشجعتك على انك توافقي ونقتل اخر كره دمويه حمراء في الشرايين ديال قلبي. قررت بعد اني نخلي حسناء سالت الدور ديال التمثيليه عند ديك الخطوه بالذات، الخطوه ديال خطبتك الحسن، لملمت البقايا ديال الروح ديالي وسافرت كمحاوله بائسه باش نخرجك من عقلي قبل قلبي، ولكن فشلت كالعاده ورجعت دابا. قررت اني نكون اناني هاد المره. عذريني، عذري يوسف ديالك، يوسف الصغيرة ديالي، ومازال متقلب الأحوال وغبي. جمل وكلمات كثيرة ولكن فرحتني وألمتني في نفس الوقت. انت متقلب الأحوال وغبي يا يوسف، غبي. بديت كنبكي. متبكيش الصغيرة ديالي، اسمحي لي، عارف أنني مهدرتش أكثر من القياس، عارف أنك تعتبريني غير أخ. حسيت لحظة بحال هادي هي ساعة ديال كشف الحقيقة، برغم داك الكم الهائل ديال المشاعر والاحاسيس اللي كنحس في هذه اللحظه، ولكن برغم كل شيء قدرت ننطق بغيت ننساك ونخرجك من قلبي. ارتبطت بحسن، كان شخص مثالي كيتفوق عليك بزاف د الحوايج، ورغم كل شيء ما قدرتش نبغيه. كيقولوا ان اللي كيبغي شي واحد على قبل شي حاجه كيكون اعجاب ماشي حب، ما قدرتش ندخله لقلبي حيت قلبي ما كانش خاوي، كان سد عليك فيه وكتفى بيك انت بوحدك حبيب ورفيق. ما قدرش نظلمو اكثر من هكا، شخص مزيان بحالو كيستحق يرتبط وحده مزيان، ماشي وحده عقل بعمى عماها الشوق والحب وحرقات نهار الفراق. لا حبيبي، لا لا، سكتي سكتي يا صغيرة ديالي، بس ما تحيش شي راجل من غيري، راه غادي نقطع لك لسانك المرة الاخرى. غبية مغرور، ما خديتيش من كلامي غير المدح ديالي الحسن. والسفر زادك غرور على غرور، كتظني انك باغا تحرري مني. شوف النظرات ديالكم متبادله، عارف ديك ساعات انني كنت محور حياتك وزيرت عليك شويه، شددت عليك الخناق، بغيتك تعيشي تتعرفي على العالم وتبغي. كانت الخساره ديالك مؤلمه قاتله، ولكن اللي كان كيهون عليا اني كنت كنشوفك مرتاحه فرحانه وسعيده. كون غير كنت قدرت نكون سعيده، كنت في مكان شغلك كنغني، كنتخيل انك تدخل عليا هكاك الشرفه كتطلب مني نحبس بالغنى، وكنت فعلا كنحبس منه ماشي على قبلك، لا حيت كان كتحبسني البكيه ما كنقدرش نحبسها. كيفاش ما حسيتش بيها يوسف؟ كيفاش خليتيني في شده حاجتي ليك؟ علاش شد لي يوسف من يديا؟ كنت كنحاول نقنع راسي انك غادي تولفي، غادي تعودي، غادي تقدري تعيشي بلا بيا. كنت كنتجاهل دوك نظرات الحزن في عينيك، كنت كنظن انك كتخافي تخسري لي بحال الاخ. ماقدرتش نبقى بدائره الاخ، ماقدرتش نبقى مجرد اخ في حياتك، وانا كنتحرك بالشوق، حاولت نقنع نفسي انك اختي، اني غنتمنى لك الافضل،
خطبت وكانت اول خطوه في طريق الوهم. ظننت انني غادي ننساك وبوجود واحده اخرى غادي تملى عليا حياتي وغنبقى نعتبرك ديك اختي الصغيره من جديد، ولكن اسكانة بدا كيشير للقلب مربع على عرش قلبي. قضيت كل صفات النساء في حياتي وكتفيت بك على كل العالم الصغيره ديالي. تعطلتي يا يوسف، تعطلتي بزاف، عطلتي خليتيني دوك الافكار ديال القاتله وديك مشاعري اللي كتحدب. كان كيزير على يدي اكثر، واش ما غاديش ننسى لهم هاد العتاب هذا. تيقيني تعلمت الدرس مزيان، تعلمته مزيان. سمعي الصغيره ديالي، عمري ما ندمت على هاد الفتره ديال الفراق. هاد الفتره هادي كانت خطوه، الخطوه الاولى باش تورينا الطريق الصحيح. كان مفترق مؤقت باش نرجعو نجمعو من جديد. ما قدرتش نحبس دموعي اللي كانوا سايلين بانسيابيه، ما قدرتش اني نتحكم فيهم. دموع الفرحه، دموع هذاك التوتر، دموع ديال الانكسار اللي خرجوا هكا على شكل دموع، بغاو يتحرروا من الجسد ديالي وخرجوا هكا داك خارج نبكي يهبطوا كينزلوا. يوسف ما غاديش تقولها شنو هي بعد هادشي كامل، هاد الهضره كامله ما غاديش تقولها. توحشت العصير ديال البرتقال من يديك. واخا شنو رايك نعصر لك هادوك عينيك الزوينين اللي ما كانوش كيشوفوني بطريقه مختلفه. وشنو كيفاش غادي نشوفك وانت لابسه الفص البرتقالي؟ اي وضع الابيض نار الزفاف ديالنا. شنو قلتي تزوجي بيا الصغيره ديالي؟ كانت احسن كلمه سمعتها في حياتي. عندي شرط. قولي يا صغيره. بغيت الفستان ديالي الابيض يكون بيض وصافي، هذا هو اخر كلام عندي. صافي تفهمنا. بلاتي شرط اخر، قولي بغيت العرس ديالنا يكون هنا في الحديقه تحت البرتقاله. كنبغيك يا صغيره. ما توحشتيش الجلسه ديالنا تحت البرتقاله يا يوسف؟ توحشتها وتوحشتك وقتلني الشوق ليك، ولكن كثر ما توحشتها هي توحشتك انت، توحشت حبيبتي. ربحت كالعاده، ما كانش المره الثالثه ولا الرابعه ولا الخمسين اللي كنربح فيها، كله بسبب البنيته الشقيه فقدت كل تركيزي. اوف هي ما كتبقى هكا تغوت والبكا فين ما زيتها، وانت كتستغلي الوضع وكتعطيها ليا كتحطها ليا في يديها. عارفه اني ما كنقدرش نقاوم دموعها، عينيها اللي كيشبهوا لعينيك. هادي بنتي زوينه خدات مني كل شيء حتى العشق ديالها للالهاب ديال بابا السخيفه، والحمد لله انه اخيرا صفاتني وكتعاونني ديما باش نهزمو. هي ديك البنيته العنيده زوينه، عينيها العسلين تماما، كتشبه ليا في كل شيء الا لون شعر ديالها جا البابا. هزها زين بين يديه ومد عليا، هاكا عليا بنتك، بغيت غير شويه الهدوء في الدار، حيد عليا من قدامي. عارفه انه كيكذب حيت كيحماق على داك الضجيج ديالنا والسخاف ديالنا وغواتنا في الدار، كيفاش كنفيقو كل صباح. مقلتش ليكم اننا تزوجنا ولدنا بنيته. يوسف باقي داك الشخصيه المرحه اللي عامره بالنكات والضحك اللي كنت كنشتاق ليها في ايامات الفراق، باقي محافظ على الخصال ديالو من العناد والغرور والتعنت، ولكن كنبغي وغنبغي بكل تفاصيل وصفاته كيف ما كانت شخصيته غادي نبقى نبغيه. شحال من مره كنحس الواقف على حدا السرير ديال بنتنا، ملي كتكون ناعسه كيهضر معاها كيتسنى غير متى تفيق بديك القيلوله الصغيره ديالها باش تفيق تعمر الدار بالغواش وداك الجو المالح وتنشر الضحكات ديالها الصغيره بالاركان. عارفه انه ما كيقدرش يقاوم ديك النظرات ديالها الحانيه ملامحها البريئه. عارفه انه كيبقى يجري معاها كيلعب معاها وهي سبينيتي قشاد حتى كتنازل ليها كبين دراهم. عارفه انه كينتظر بلهفه اول خطوه ليها، متشوق يسمع منها كلمه بابا، كيتمنى تنطق بابا قبل من ماما. عارفه انه كيتسنى الوقيت المناسبه باش يعلمها تتعلم تلعب معاه. عارفه ان غتعشق الالعاب ديالو كيف ما عشقتها والمغامرات ديالو كيما وقع ليا انا معاه. وما حدها كتكبر وهي كتشبه ليه اكثر، كتشبه ليه في الطباع في التصرفات، كتاخذ منه ديك الطباع ديالو المرحه اكثر، داك الازعاج ديالو، داك العناد ديالو، الغرور، الكبرياء، المراوغه، طريقته في الكلام والتعبير. ما خدتش مني غير العشق ديالي الكبير ليه وعينيا الزوينين كيف ما كيقول لي يوسف ديما. اليوم العيد ديال الزواج ديالنا تساهمنا، العيد ديال حبنا وحربنا اللي ربحناه بجدارة، عيد الجنون والكبرياء والعناد، عيد الأمل والحياة. كان ببساطة عيد المولد ديالنا، نهار اللي تولدت على يدين يوسف، بالنسبة لي اللي هو سيد الرجال، خويا وصديقي وراجلي ووالد أطفالي، حيت عاد تولد وليد واحد آخر. كان احتفالنا مميز هاد السنة،
وسبب ان الوالدين ديالنا والديا ووالدين حتى يوسف مشاو للعمره، كانت هديه ديال يوسف ليهم. ايضا بسبب تفوق بنتنا في دراسه وحفظ ولدي الجزء اخر من القران. ما عرفت شنو الهديه اللي تكون عندي اليوم، لكنها حتما غتكون افضل هديه، ولا افضل من هديتي لي، هديتي الغاليه اللي غنحميها بروحي، هديتي الثالثه اللي غطيف لهاد العائله الصغيره السعاده والسرور. يلا شكون غيطفي الشمع، انت ولا انا؟ ربحت كالعاده. لا انا اللي رابح ديما، انا اللي رابح الصغيره ديالي، صدقيني ربحت حياتي وقلبي كل كياني، ربحت رفيقات عمري وسنادي وانيسه طفولتي وحبيبه مراهقتي، ربحتك انتي فهمي، ربحتك وربح وديما، واخا ما ربحتي غنضل انا هو الرابح الاكبر. كنبغيك اب زينه، انا كنبغيك الصغيره ديالي، كنبغيك ماما سليم. كنتمنى ان القصه تكون عجباتكم، كنتمنى ان القصه تكون عجبات المتابعه اللي طلبت مني القصه مده طويله وهي كطلبها مني. ما تنساوش الدعم ديالكم ديال القناه كيف ما ديما، حاولوا تبارطاجيو معايا القصه ما امكن، تابعوني على الفيسبوك، على تيك توك، على الانستغرام، تحاولوا تشاركوا هكا الفيديوهات والقصص اللي على القناه مع الاصدقاء ديالكم. كل الشكر وتحياتي الصادقة لكم بالنجاح والتوفيق والصحة والسلامة إن شاء الله وتحقيق الأمنيات. نودعكم ونقول لكم إلى اللقاء مع قصة جديدة إن شاء الله.